بعين الصحفي والمتابع، ما المتوقع من هذه القمة؟ ما هي المخرجات التي يمكن أن تخرج منها لوقف إطلاق النار وآليات الضغط العربي، يعني الأوراق التي تمتلكها الدول العربية للضغط ووقف هذه الحرب؟ الأوراق اللي أولاً يعني فيها علاقات تجارية وعلاقات اقتصادية وفي مصالح للولايات المتحدة، وخلينا نتفق أن الولايات المتحدة هي الداعم الرئيسي وقائد داعمين للاحتلال، لأنه منذ اللحظة الأولى في مليارات بتدفع، في فلوس بتأثير هذه الأموال، يعني أنا بشوفه أنه هو في مصروف يومي بيدفع بتاخده إسرائيل. إسرائيل اقتصادها تقريبا مشلول تماما، احنا عارفين أنه هذه الحرب استدعاء الاحتياطي بنسبة 18-20%، احنا بنتكلم على الجامعات تقريبا واقفة، 70,000 تم استدعائهم من الجامعات بين طلبة وبين أساتذة وبين كوادر، الجامعات واقفة، المصانع، الجنوب غير، فبالتالي هي بتاخد مصروف مباشر. فيفترض أنه الولايات المتحدة يكون لها تأثير، وفي ضغوط النهاردة على الولايات المتحدة هناك، حتى في الولايات المتحدة انقسام داخل الحزب الديمقراطي بسبب هذا الأمر، فرهان بايدن على الانتخابات وبما اختل وتراجع. الأمر الآخر أنه بالتأكيد أي رئيس أمريكا وأي إدارة أمريكية لها مصالح في المنطقة ومصالح ممتدة، سواء مصالح أمنية أو مصالح تجارية واقتصادية، يعني بيحصلوا على فلوس في صفقات وفي بترول وغيره، مش بنقول استخدام بس البترول اللي هو استخدم في 73 وكان ناجح جدا، لا كمان العلاقات الاستراتيجية مع هذه العلاقات المفترض انها ما تكونش ببلاش. يمكن كمان ده كان واضح قوي الحقيقة، عاوز برضو اروح لنقطة المصالح دي، انه بالرغم من في علاقة استراتيجية بين مصر والولايات المتحدة، إلا إنه الدولة المصرية بتفرق تماما بين المواقف المبدئية فيما يتعلق بالقضية الفلسطينية أو رفض التوطين أو رفض التهجير أو غيره، وبين العلاقات، يعني دايما في علاقات، لكن هذه العلاقات تسمح بمستويات من الخلاف. فدايما مصر، أنا بذكر بإنه على مدى السنوات اللي فاتت، مش بقول إنه كان الرئيس بيدعو لقوات عربية، لا، كان بيدعو المواقف العربية لأنه شايف إنه العالم بيتجه إلى انشغالات خاصة أكتر، يعني حرب أوكرانيا واخدة جزء، المنافسات الاقتصادية والسياسية، القوى الكبرى، إعادة تشكيل النفوذ في العالم برضو مهمة. فأعتقد الدول العربية كمان، الدول العربية لديها أوراق، لديها أوراق لتواصلات مع الأطراف النفوذ القوية زي الصين وزي روسيا وزي غيره، يستطيعوا أن هم في عالم بيتشكل بشكل مختلف، صحيح، أمريكا قوة فيه وليست القوة الوحيدة، وده أعتقد مصر طرحاه، وقمة القاهرة للسلام الحقيقة لعبت دور مهم في التمهيد لده، وإمكانية اتخاذ مواقف ده شيء مش صعب، بالعكس يمكن بعض الناس يروا إنه إذا القاهرة أو الرياض أو غيره كل دي المواقف، ومصر لم تتخلف أبدا ولم تتأخر عن أي قمة عربية أو فعالية عربية يكون لها داخل في دعم القرارات العربية في هذه المواجهة، لأنه هذه حرب صعبة جدا وطالت ولم تحقق أهداف سوى قتل المدنيين. فأعتقد أنه المأزق لنتنياهو والبايدن والغيره ممكن يكون القمة العربية والمقلب العربية لها تأثير كبير. وحتى يعني لطالما كان يؤكد سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي على أهمية وحدة الصف العربي وأيضا أهمية التكتل العربي.